حبلنا الزوم إثباتنا عزن البرنامج هو حسينة الرياضي نهارا إجو برنامج خاص ومتميز لأنه الصرف ليس إجو بطل دولي بطل عالمي في المزيغ إجو بصرغان إجو شارخ طبخان منطقة النخ ولا البرنامج النخ حسينة الرياضي البطل العالمي أنت ذي المواليد مصرغان المزيغ إتيران كملاكم محترف اللي تحس تنقى بالنسبة للمنطقة المغرب ولا المغرب العمر النص 22 سنة أثلج الإسقار الإخمس العام وكذلك المتتبعين اللي تتبعن البرنامج ويتان إيدي تك سيكال كالنيت حصيلة الريف الرياضي مرحبا ازيك أحمد المساوي بطل عالمي محترف وزن الواقع شكرا السيد الله إني تبع عن البرنامج وقتان يعني الشك ما نثر من هم لك مش حالك كم السلام عليكم نش أحمد المساوي القاضي تنوث نرمان ولكن غير غريب تدات كبابا لعزن غان نش مش أسول شوية فرنسيس بوركي Au Dark Fight de Mazerteno, j'ai commencé la boxe pour aller à Tmenia, des Français, des Paris. On a dirigé 62 combats amateurs. Abraïman, champion de France. On a je suis passé professionnel pour aller à Tmenia. Et des professionnels qui dirigent Nara, aller. 14 combat guérison et je ne sais même pas et alors نبشي بنا بانه انت اتولي فرنسا غاس مجموعه من المقابلات سيف الهوايه تقو حاليا اتمارس المقابلات دي سيف الاحتراف وزن الواقع اذا البطل بالعيار الثقيل انه مش غنزع ما مش انا غاس ديمش الفيديوهات في يوتيوب وكذلك الفيديوهات هنا في القنوات الفرنسيه انه يعني يلقب بفرنسا بصاحب الظرفات القضيه وانت ضمن ديال 22 سنه اش نشتا عاود ادعم البطل العالمي احمد المساوي نسمي انه النظر ديال المنطقه تصل بوكسور اللي غتصل يسمعوا اللي بين المخاطر اللي حاليا عند 19 شهر اللي عاود مجموعه لي بوكسور ديما زيغان هذيك الجن التظاهرة ذي قضية النظر شكا ملاكم تير دي فرنسا يعني ما مش كانوا تعمالا الجمهور الفرنسي وخاصة الشك ديج ملاكم ضمقة ديج بوكسور يعني ضمقة عند الجمهور بوبليك فرنسا ما مش يبقاو خزاكين شكا ملاكم يعني عالمي الجمهور الفرنسا ما مش كانوا تعمالا واش شنو خصك تفرنسي؟ تني داي تفهمت شو تا فرانسيس تني داي ستا فرانسيس كومون لي فرونسي نو ريغارد ان تان كو بوكسور ماروكان دوريجين ماروكان كومون لي نو ريغارد اون اي دابور اون ا لا ناسيوناليتي فرونسيز كوم لا ناسيوناليتي ماروكان موا جي لا دوبل ناسيوناليتي جو سوي فرونسي جو سوي ماروكان اوزي Je sais pas comment vous expliquer. En général, on est en France. Les meilleurs boxeurs, c'est les Français et les Africains. Donc, en général, il n'y a pas beaucoup. Les meilleurs boxeurs, si on prend toutes les catégories de poids en France, il y a 11 catégories de poids en France. Sur les 11 catégories de poids, il y a au moins 6-7 champions de France qui sont d'origine africaine. Donc, je sais pas. يمكن اون افي بور سا نمشي لنا بانه الاغلبيه الملاكمين ديال فرنسا تنتمان غا القاره الافريقيه وكذلك غا المغرب انسق تعاود البطل النخ العالمي احمد المساوي احمد المساوي اللي تنتمان غا منطقه النخ المنطقه الاهليه في التمازير زوج الغن اللي تحاش تبقى مش نسيب انه تندير النظر كيجنو وقت يمثلك وزير الشيبور الرياضه السابق
الناس بانه سنديت النظر لجد ديت الملاكمه والملاكمين. وفعلا جد كيش من وقت دي السبعينات في البطل العالمي من المخاطر نهارا جد اجن ذلك هو احمد المساوي في الثمان المنطقه المزغل منطقه المزغل. اش تستعاود يعني حاليا الاغلبيه على المقابله هذه شنو كنظنش كيتفاعلوا في فرنسا لا ديريج انا جي فير جي بوكسي ا مراكش ا غيرن جن كومبا ان تري غران كومبا غير دي مراكش ان 2010 ان جوان 2010 سور لا بلاص جمال الفنا تو ديني 40000 بيرسون لا بلاص اي سي باسي سور لا شين 2ام ماروك الرياضيا المغربيا كوشي ادو J'ai fait un combat au Maroc, mais c'était le plus grand des combats. C'était le meilleur. Je vais jamais oublier ce combat. Irlande, Lituanie, Allemagne, Mexique, Roumanie, Bulgarie, Pologne, Italie. La Sardaigne, Ahmed Mungir, Nirkrim. J'ai oublié un petit peu, mais Guérigine a une dizaine. Le mot est un nom de joue à l'île, la tombe carte de Mokabelès et cette guide de différence. Il y a un nom d'une même chine à l'île, je suis à la banque quand je suis à l'île, Ahmed Moussaoui, à ce que ça a un nom. ديال الفئات الصغرى منش مشاو مع راه غنبقى كدا يتعلموا مغربيين تمثل البلديه المغربيه. وا يمو ابلي على لا ميزون تورا غالي جافي 16 ans تورا ليكيب دو فرانس يمو افي ابلي تورا روح غادا حرا كيبون فرنسا ولكن كيبون المغرب راه غنخافي بابا سي مون بير كي ريبوندو سوا خصنا ألقير جن ستاج غا بوردو أك كيبون مغرب ف pour pour faire les championnats du monde 2007 à Agadir تو دين championnats du monde 2007 à Agadir et وشا سولنا كده نغسنا غير j'ai fait un choix et j'ai boxé avec le avec la France. أجل ساعود الدور عاود غا الملاكم العالمي يتنتمى غاث ديت مزغن انت المزير خاص حتى معيشي سلام خاص نخدم عاود وهو انه الملاكمين النخ بدات من غان لبعض اما لاسبانيا اما لفرنسا شك ما راكش النية بانه اتقل شكون باتي النش ذي المغرب وخاصة بزرغن ديتان ما حدا كفارجن حدا كفارجن يمزيغ النش يعني شك مثل وين مستقبلا اتقصى المقابلة انا شخص راه غير جن كومبا يعني ذا اوا بيان سور كو جو فير ان كومبا ان فرانس شو ان تران دو نيغوسي بور فير ان كومبا او ماروك يمكن نادور او ارزناد او سينا قعد يخص يفو كون تروف ان غران ستاد او ان جيمناز كي بو اكويير بوكو دو بيرسون Et c'est dans mes projets. انت مسرق هذا البرنامج من حصيله رياضيه يجوز ملاكم عالمي من ستينف ام قران وهو
المساوي احمد بطل العالمي غاص 22 سنه. اذا اكنونج اثبتنخ سويت مثنخ عزن يجمع عن تصوار الملاكم النخ العالمي المحترف دي وزن والتير ايتيري دي فرنسا دي باري محل السن اكثر انه ربما جمهور النخ يعني السن خاص ولكن دي جمهور فرصة تم قران ومن المسرية تنشكي عبر مجنة حاسية الرياضي ما حد تنسقى الملاكم النس يعني المقابلة النس اكثر الجمهور الرياضي فصوار نواف نخ البطل العالمي مساوي احمد. المقابلة ديتان جنس منايا هذو المقابلة ديتان بيسيب الاحتراف يقد دي الأسبوع اللي دي سمانة اللي يعني ثاني مرة سمانة اللي يعدون المقابلة ديتان إيش لا قد الاثنين واس منا يعدون الخصم يعني بوكسور عليك ما يسمتها وليك تبون فرنسا و يجن كومبا يجن شعار يحضن و يجن سيمانا و ثم بعدها يجيك نفس الملاكم و غزاوة يجن شعار يحضن غزاوة ليغون سي با لي ميم وا يجنا غير شوية دعاء قبل اللحى. إذا نمشي إزريم إيف مثنخ مهرة لأنه جملة كيما غن قران مازال النخ زقزر غن السي أحمد المساوي. إذا أغاز نعقب وما نغريت أثم استقصار سي جو سكسي وهو مستقبلا يعني المود لافان يعني مستقبل مهدوي لانه نرى حاليا خلي كاع الرياضيين السيسم وفرنسا السيسم المغرب. Je vais répondre en français puisque il y a ça à dire. Là, moi je suis né au Maroc, donc mon cœur déjà il est marocain. Quand je monte sur le ring, c'est mon enfance qui me donne cette rage. Quand je monte sur le ring, je monte pour gagner, pour tuer l'adversaire. Et c'est le fait d'avoir grandi ici, au Maroc, à Tanouz, à Arzemran, qui m'a donné cette force. فرنسا دي اسبانيا يعني بغيت راه يعني شوز التبليف شفت حاليا نعرف كنت كاع البيارين يعني بالنسبه يعني للشورتي ديالي ما يعني كاع عدد السيسم يعني غير كيجوني الدور المغرب اللي كاع تنسات فرنسا دي شورتينو دون مي شورت قعد وغير جي مي اوكان درابو بور مومون je suis en train de réfléchir. Si je mets les drapeaux, je vais mettre les deux pays, Edgar Franza et le Maroc. Pour le moment, j'ai rien mis encore de mes shorts. Inch'Allah, à l'avenir, je vais en mettre. Et donc, je suis venu à l'avenir avec le short du Maghreb, à ta petite Maghreb, comme le Maghreb, mais comme le Maghreb, il y a le signe à Mazir. Oui, c'est le chiar, c'est le Mazir, je suis venu à l'avenir. وما في النخ البطل العالمي المساوي أحمد يعني أثنج أن يستوي شوية الألقاب إغاس يعني حاليا شيك يعني غاك مرة الفرنسية الشامبيون دو فرنس أبو عمر الشامبيون دو أوروب وس غير أبو عمر شو أريبي كاتريم الشامبيون دو أوروب الشامبيون دو موند شو خسر دي كارت دو فينال خسر اذا ما مشينا بانه يعني البطوله الفرنسيه اربع عمان البطوله الاوروبيه انه يوض اربع عمان كتبوا اربع البطوله العالميه يوض يعني يحتل المرتبه كاتريان شامبيون دو موند
الخو حاليا اللي عمل موسم رياضي 2011 يعني ومن السجن. Je vais normalement, Inch'Allah, avant le ramadan, je vais faire un championnat d'Europe, WBO, qui va me classer dans les 15 premiers mondiaux. Inch'Allah. C'est une ceinture qui va me classer dans les 15 premiers mondiaux. Oui, je connais un petit peu Khaled, je connais son frère Abdillah. Khaled maintenant il s'occupe un petit peu de la boxe, chouette, mais son frère il est promoteur au Maroc, Abdillah. Et il m'avait proposé de boxer au Maroc, mais le côté financier c'était pas avantageux. Chouette, toi, hein? On n'a pas travaillé ensemble. بالنسبة للجامعة الملكية المغربية عند الملاكمة الاحترافية أنه تغلقين إيج مشروع جديد ما حد الملاكمة المغاربة يوثن إيجا بروفيسيونال الاحتراف أنه تفت بالغال حتى الملاكمة المغاربة اللي تعجل الخارج فرنسا ليها يعني ما شو ما اتصلت فيك شك ما حد تشارك بدي المقابلة ثانية الجالية المغاربة الفرنسيسين هاد يفون كومباتر avec les Marocains les Marocains ouais. باش هما علي خايز الحلو يتصل بك ما حد اكل مولا هو فهم ماشي تدي لي ماجستا غيلو لورغانيز لي كومبا انت فرونسي اي ماروكان وا دوريجين ماروكان اه وا 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 نيشان راح نخفي ولكن لو سالير وجي سي با كوم جو فولي تروح سوا كتا وني مشي جن يجن السالير وخصك شامني تولد اذا ربما انه نعيش في ملك النخ البطل العالمي المساوي احمد لحظات يعني تمقرين ينجح تمقر ان اغدى النوض البرنامج نحاسيت الرياضي ان اسكتين قال مهره يخلص سكسان وهو يعني شوف حاليا ما غاكش المشروع يعني التكدا بين الله بيتان يمازيغ يعني مستقبلا ما ديني شن يعني شن تحركات نش يعني بالنسبة ما حد أكس قاعد يقولها كمان دي المنطقة نشدا بزرقا دي حاجة التكدا المنطقة نشدا ديني عم حتى أشهر ضحكتها ديني بعض الرياضيين أمشيو مثلا ولث ألعب إني أمو غربي ديني حسيمة يجيش فوربو مثلا ديني حسيمة ديني بعض مولاك مني مقرن انت تلك المدارس تلك المدارس مذمولة كلمة يعني شكرا لك شنية بأنه ينا الشباب الليلة أتك أو بروجي دا بزرنا ديتا يحمد علي معنى السجعلة أسلم أنه كل المدر العالمي Pour le moment, j'ai pas de projet, mais Inch'Allah, si je deviens un jour champion du monde ou un très grand boxeur, j'aimerais bien avoir une salle de boxe dans la province de Nador avec mon nom. هو المهيب النس أكثر من أنت المهيب النس على إشارات المنطقة النس المنطقة المزنغن إذن أرضى إني ود ما حد يكمل برمجنا حسنة تقريب رياضي إذن هذا كان أيضا نخصو من عزم بأن الضيف النخ النهارة إذن الضيف تنقر وهو بطل عالمي استحمد المساوي غاس 22 سنة بطل فرنسا أربع عمان بطل أوروبا بطل أوروبا يوض النهائية الأوروبية أربع عمان يحتل المرتبة الرابعة ويحتل كذلك المرتبة الرابعة عالميين ذي صنف الاحتراف وغاس أزيد من 60 مقابلة ذي صنف الهواية المجلة سيدة بقران جو شرف ضم قران يدل على أن المنطقة العريب غاس يوض النس وغاس المواهب النس إن أرضى أثنش أديني يجو كلمة تنقارو الجمهور مصرها يجو مواردين قارو يسحابين إنه
Oh, Seigneur, c'est très insiste. Merci à Zegangonette de m'avoir reçu. Ça faisait longtemps que j'étais pas venu au Maroc, ça faisait longtemps que j'étais pas venu à Arzenren. Ça fait 3 ans, je suis venu me reposer avec mes parents et on m'a appris que Zegangonette voulait me recevoir, ça m'a fait plaisir. Et j'espère qu'Inch'Allah je les reverrai plus souvent parce que comme ça, les gens de notre terre ils pourront nous suivre, pourront plus nous suivre et voilà, c'est mieux. Voilà. إذن هذا نتكلم على البرنامج حسين طريف الرياضي ونشكر لك نيو التاس يدي يتبع البرنامج ويتان والإشارة فإن البطل العالمي المساوي أحمد أنت ابن الشاعر النخ المساوي حسن غادي مجموعة من القصائد وغاس دواوين شعرية متمازيخ نشكر لك نيو التاس ونتمنى يوم التوفيق والتقرب أزوج